مشاهدينا الكرام في كل مكان، بجدد مع حضراتكم التحية وأهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل، ويسعدنا أن يكون ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء الدكتور عادل عبد الصبور، أحد السبيكرز اللي هيتكلموا النهاردة. ولسه طبعا ما استمتعناش بالمحاضرة اللي هيلقيها، ولكن خلونا ناخد سبق قبل المحاضرة. دكتور عادل منورنا وسعداء بيه. وانا سعيد بكم جدا ومبسوط ان انا موجود معكم في كفر الشيخ في الايفنت الجميل دوت. دكتور عادل، خليني بس اقول لحضرتك، في 2019 نقله كبيره للتكنولوجيا والبرمجيات والتكنولوجيا الرقميه عامه غزت العالم، وزي ما سمعنا قبل كده من احد المحاضرين ان هي خشت كل المجالات، في مجالات التعليم والطب والهندسه وكل شيء. الطلبه يكون حريص عليه جدا اذا كانوا طلبه لسه ما تخرجوش او الخريجي، ازاي يستفادوا منه وايه النصائح اللي حضرتك هتقولها وايه الجديد في التكنولوجيا؟ اكتر من سؤال في سؤال واحد. طيب، هو طبعا المجال بتاع الحاسبات كله كمبيوترز بجميع اشكاله بقى هو حاجه يعني فرضت نفسها على السوق في جميع المجالات المختلفه، وده حقيقي بقت معانا في كل مجال من المجالات، وليها تطبيقات في كل مجال من المجالات، وبتخدم في كل مجال من المجالات، وبقت حاجه ضروريه ان اي حد لازم يتعلم المجال ده بحيث يقدر يبقى قادر ان هو يتواجد في مجاله، وكل واحد في مجاله يعني. فالتعلم دوت طبعا تطور جدا جدا في الفتره الاخيره، وده اللي لسه ان شاء الله هنتكلم عليه في المحاضره اللي جايه بخصوص الذكاء الاصطناعي والارتفيشال انتليجنس. الذكاء الاصطناعي مجالات كتير، كل مجال منهم داخل في أكتر من مجال في واقع، زي مجالات الطبية، مجالات الصناعية، مجالات الزراعية، مجالات الحاجات دي كلها بقى داخل فيها مجالات الذكاء الاصطناعي. احنا ان شاء الله طبعا بالنسبة لده الايفنتس الزي دي بتبقى مهمة للطلبة طبعا جدا، على اساس ان احنا بنحاول نفتح للطلبة مدارك، بالذات اللي لسه خريج، لو هو حابب يعمل حاجة مفيدة في مجال ما يدرس ايه، يشق الطريق بتاع ايه، يدور فين. طبعا احنا بنحاول نوفر لهم المعلومات، طبعا ان الايفنت بيبقى مش معلومات تفصيليه كتير، لكن بتبقى معلومات بس توجيهيه. الاصل ان احنا عايزين نوجهه ونقول له لو انت عايز تعمل كذا روح للمجال ده، دور في المجال ده، لو انت عايز كذا روح في المجال ده، دور في المجال ده. وطبعا بالنسبه للخريج بيستفيد ان هو بيحتك مع ناس طبعا اكسبرت، وناس كلها كانت كويسه، ناس كلها خبره اللي موجوده، بتحاول تضيف له. في ناس بتتكلم ازاي يبحث عن فرصه عمل، في ناس بتوجهه بيتقابل مع ناس خبره في مجاله، فممكن يستفيد من خبرتهم او يعني يسالهم وهم يجاوبوه. فطبعا التكنولوجي بالتحديثات اللي موجوده بالذات في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن عشان انا هتكلم عليه مش عارف، بس حاسس ان هو خلاص يعني بقى هيبقى من الضروريات، او هو فعلا بقى من الضروريات بس من غير ما احنا نحس يعني. دكتور عادل عبد الصبور، بنكتفي بهذا القدر عشان برضو نستمتع بالمحاضره، وهنشوفها طبعا وهنسجلها. شكرا لحضرتك، و يعني تمنياتي لأبناء مصر كلهم في كل المجالات بالتوفيق والتقدم والرقي ووضع مصر على الخريطة العالمية في التكنولوجيا. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم.